انا دكتور ايمن، والنهارده هنتكلم عن المينوكسيديل. انا عارف ان انا اتكلمت عن المينوكسيديل قبل كده في فيديو تساقط الشعر. اتكلمنا عن المينوكسيديل، ناس بتقول ان هو لما بنوقفه الشعر بيرجع يقع تاني، قلنا ان ده تساقط الشعر الوراثي هو السبب. مش هندخل في التفاصيل، موجوده في الفيديو اللي هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. فيديو مفيد جدا جدا، ويا ريت نتفرج عليه. الحقيقه ان انا جالي سؤالين مهمين قوي لما اتكلمت عن موضوع المينوكسيديل ده، هنجاوب عليهم في فيديو النهارده. ودي من اكتر الحاجات اللي بنشوفها شكاوي في العياده من الناس اللي بنكتب لها علاج في مينوكسيديل. اول شكوى بتجيلنا ان اول ما بنستعمل المينوكسيديل يجي المريض يقولك دكتور انا شعري بقى بيقع اكتر من الاول. والشكوى التانية اللي بتجيلنا برضو بعد استعمال المينوكسيديل يبتدي يظهر شعر زيادة في الجسم وفي الوش تحديدا. الشكوتين دول هنتكلم عنهم النهاردة، وهنشرح ان هم حقيقيين، بيحصلوا، العيان بيشوفهم بعينيه، ولكن في معظم الاحوال بيكون يا اما سوء فهم للعلاج يا اما استعمال خاطئ للعلاج. وازاي نصلح المشكلتين دول؟ اول مشكلة هي مشكلة يا دكتور اول ما استعملت المينوكسيديل شعري وقع اكتر من الاول. على ارض الواقع هو ده اللي المريض بيشوفه، وده طبيعي جدا. معنى كده ان العلاج بدا يشتغل. ليه؟ لان الشعر له مراحل نمو، موجوده في الصوره اللي جنبي دي. صوره هنا اهو، او هنا اهو، او هنا اهو، هي موجوده في مكان ما على الشاشه. المونتاج مش هيغزلني، الصوره موجوده. الصوره اللي شايفينها دي بتوضح مراحل نمو الشعر. الشعر له طور نمو بيطول ويكبر فيه، وبعد وقت معين بيتحول لطور السقوط، وجذر الشعر نفسه يبتدي يفصل ومع الوقت يقع. لما بيكون الشخص عنده مشكله في الشعر والتساقط زياده، الشعر بيتحول لطور السقوط ده بكثره. لما نبدا ناخد المينوكسيديل، الشعر اللي جذره ميت وفاصل ده يبتدي يبان سقوطه اكتر لسببين مهمين. اول سبب هو ان احنا بنحرك فروه الراس كتير واحنا بنحط العلاج. يعني بنحط المينوكسيديل الصبح، نحط المينوكسيديل بالليل ونقعد ندلك، فبنشد الشعر اللي جذره فاصل فبيبان سقوطه اكتر من الطبيعي. تاني سبب ان بعد استعمال العلاج بيبدا ينمو شعرايه جديده بطور نمو جديد. الشعرايه دي بتزق الشعرايه اللي جذرها فاصل وبتخلي سقوطها اسهل. يبقى احنا عندنا شعر اصلا واقع بنشده اكتر، في حاجه بتزقه من تحت فبيبان سقوطه اكتر. وهي دي الكلمه الاساسيه، ان بيبان سقوطه اكتر، مش في شعر بيقع اكتر ولا حاجه. الشعر اللي بيقع هو الشعر اللي كان هيقع. لا فائده من البكاء على اللبن المسكوب، اللي راح راح. بس العلاج هيطلع ان شاء الله مكانه شعر جديد، وهو ده اللي بيحصل. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. اول شهر او شهرين في العلاج نبتدي نلاحظ ان التساقط زاد شويه، وعلى الشهر الثالث يكون الشعر اللي بدا في مرحله النمو الجديده وصل للجلد وبدا ينمو في الفراغات ونشوفه بعينينا. فدي اول مشكله. تاني مشكله دايما بتجيلنا في العياده، وهي يا دكتور انا الشعر في جسمي زاد جدا وبالذات في وشي بعد ما استخدمت الدواء. طبعا المشكله دي عند البنات اكتر، يعني الولاد ما عندهمش مشاكل في الموضوع ده. يعني انت لو سالته كده ايه رايك المينوكسيديل زود شعر في وشك، يقول لك 100 100 يا دكتور، والله زود كمان شعر في وشي حلو. في ناس بتيجي تطلب اصلا ان هم عايزين يزودوا شعر الدقن بالمينوكسيديل. فالولاد ما عندهمش مشكله قوي في الموضوع ده، غالبا بتكون شكوى عند البنات. دايما البنات يا عيني مضطهدين، مش عارف في ايه الموضوع. اتكلمنا قبل كده على انيميا في البنات، مش عارف ايه في البنات، كله في البنات. طيب المشكله دي بيكون سببها ايه؟ في الاغلب بيكون سببها سوء استخدام للعلاج. المينوكسيديل ده دواء موضعي، اي مكان هيجي عليه هيطلع شعر زياده، وامتصاصه في الجسم مهما كان قليل جدا مش كافي ان هو يطلع شعر زياده في الجسم. غالبا الشعر اللي طلع زياده ده بيطلع عشان المينوكسيديل جه على المكان ده، وتحديدا الوش. ده بيحصل ليه؟ في ثلاث حاجات محتاجين ناخد بالنا منهم واحنا بنحط اي دواء فيه مينوكسيديل. اول حاجه بعد ما تحطي الدواء لازم بتغسلي ايدك كويس قوي بالمية والصابون، لان ايد حضرتك عليها رواسب من الدواء ممكن بقى تيجي على وشك. والمينوكسيديل طبعا فعال بقى وبيطلع الشعر جامد، فناخد بالنا من الحته. تاني حاجه ان انت ما تحطيش المينوكسيديل قبل النوم مباشره، لان حضرتك هتحطي الدواء وتنامي على المخده، الدواء يتمسح في المخده ونقعد نتقلب بقى يمين ونتقلب شمال، الدواء يجي هنا اهو وهنا اهو، شعر بقى يملى الوش. لازم كيس المخده يتغير بانتظام. ثالث حاجه للبنات المحجبات، ما نستخدمش المينوكسيديل قبل ما نلبس الطرحه على طول. النفس اللي حصل مع المخده هيحصل مع الطرحه بالمنطق برضه. حطينا المينوكسيديل لبسنا الطرحه، الطرحه هتشرب الدواء تبدا تنشره على الوش، هيبتدي الشعر يزيد في الوش. لو عملنا الثلاث نقط دول هنتفادى مساله ظهور الشعر بزياده في الوش. ده المينوكسيديل المشاكل اللي بنواجهها فيه. ويا بقى يا جماعه نبطل بقى نتنمر على المينوكسيديل بقى، مش كل شويه نطلع بقى نقول المينوكسيديل وحش بيعمل ويسوي، حرام عليكم، كفايه تنمر، سيبوا المينوكسيديل في حاله. الله كل شويه المينوكسيديل وحش، المينوكسيديل حلو، المينوكسيديل
روحوا يلا اشتركوا على القناة وشفعلوا الجرس عشان هنتكلم برضو على مواضيع مهمة. اعملي لايك يلا. وفي اي حاجة عايزين نقولها نقولها في الكومنتات، بس من غير زي يعني عشان نقول كلام لطيف. اشوفكم على خير.